السلام عليكم. في هذا الحلقة راح نتعلم إيش الحاجات اللي بنحتاجها عشان ننزل العرف الفريم ورك على جهازنا المحلي ونشتغل عليه ونطور المواقع عن طريق اللوكال هوست. أول حاجة إحنا بنحتاج مشغل سيرفر محلي. في عنا أكثر من نوع وأشهرها طبعاً يا إما بنشتغل على الزامب، ندخل على الرابط apachefriends.org. أوكي، راح يطلع عنا الزامب اللي هو بيجمع لنا ما بين الأباتشي والداتابيز هنا ماريا دي بي اللي هي شبيهة كثير، اللي هي نفس الماي اس كيو ال لكن لها خصائص مختلفة عن الماي اس كيو ال. وفي عنا هنا البي اتش بي، طبعا لكل نوع منهم له فيرجن معين. مثلا هنا عنا البي اتش بي 7.4، عندنا الماريا دي بي 10، عندنا الاباتشي 2. وانا هذا اللي بفضله دائما وعاده انا بشتغل عليه. وفي عندنا نوع ثاني من الفيرتشوال سيرفرز اسمه وامب سيرفر، لك الخيار انك تشتغل عليهم او انك تنزل البي اتش بي لوحدها والماي اس كيو لوحدها والاباتشي لوحدها، وهي شغله متعبه شويه لكن انا بفضل انه احنا نروح على الزام. الشغلة الثانية اللي احنا ممكن نحتاجها عشان نشتغل على الـ PHP Laravel Framework الـ Composer. ندخل على الـ Composer getcomposer.org، بنسوي داونلود، راح يطلع لنا. طبعا هو الـ Composer مبني على نظام الـ Linux وبيشتغل على نظام الماك، لكن موفر لنا اللي هو السيت اب، ملف السيت اب على الويندوز. فممكن انه احنا نضغط على هذا الرابط ينزل عندنا رابط الكومبوزر، وطريقه تحميله عاديه جدا ما فيها اي مشكله. الشغله الثالثه اللي احنا راح نحتاجها اللي هي الجيت باش، هذه عشان نربط اللوكال سيرفر تبعنا بالجيت هاب ونسوي رن للاوامر عن طريق الجيت. طبعا هو متوفر للماك وللويندوز لللينكس. طبعا احنا بما انه على الويندوز راح ننزل النسخه اللي على المتناسبه مع الجهاز. طبعا هو راح يختار لنا اياها دايركت. طبعا الشغله الاخيره، في عندك تختار محرر لكتابه الاكواد. طبعا في اشهرها حاليا اللي هو الفيجوال ستوديو كود، هذا الرابط تبعه اللي هو visualstudio.microsoft.com وهو ببلاش او مجاني. وممكن انك انت تستخدم IDE مدفوع. طبعا انا راح اشتغل على IDE مدفوع اللي هو PHP ستور. ولك حرية الاختيار في اختيار المحرر. الشغلة الأخيرة والأهم من هذا كله، أوكي، إنه الدوكيومنتيشن تبع لارافيل، موقع لارافيل.com موفر دوكيومنتيشن لكل إشي راح نشرحه في هذا الكورس، وأي حاجة بتخطر على بالك راح تكون في الدوكيومنتيشن. وهيك بنكون جاهزين عشان نبدأ الانستول لارافيل تبعنا في الحلقة الجاية إن شاء الله. شكرا لكم.